ينضم إلينا عبر الهاتف من الخرطوم مراسل الغد محي الدين جبريل. محي الدين، أفدتنا قبل قليل بأن دوي إطلاق نار كثيف تم رصده لديك في وسط الخرطوم، ما التفاصيل؟ نعم محمد، قبل قليل يعني استمعنا لأصوات أعيرة نارية من أسلحة مختلفة، يبدو أنها لثلاثة أنواع من الأسلحة. واحد هو من المدافع الرشاشة الخفيفة إضافة إلى أسلحة أخرى صغيرة، سمعنا أصواتها متقطعة لمدة يعني حوالي ثلاثة دقائق، وقبلها كانت هنالك أصوات إطلاق نار من أسلحة يبدو أنها خفيفة، يعني حسب استماعنا يبدو أنها من فئة الكلاشينكوف أو الجيم 3. مصادرنا تحدثت لنا عن أن هنالك معلومات وصلت بأن هنالك أحد القناصة كان يرتكز على سطح واحد من المباني بالقرب من جامعة الخرطوم، ولكن طبعا لم يؤكد ذلك مصدر رسمي، ولكن بالفعل وقع إطلاق النار تجاه ذلك المصدر وتقطع بعد ذلك تدريجيا إطلاق النار إلى أن توقف. محمد، قبل اشتداد إطلاق النار وربما هو يعني الحالة التي يمكن أن نصنفها بأنها الأكبر التي نسمعها في محيط موقع الاعتصام، يعني غير إطلاق النار الابتهاجي أو الاحتفال الذي أطلق يعني فضيحة إعلان يعني تنحي أو إزاحة البشير عن الحكمة. اليوم الذي سمعناه ربما هو المجموعة الأكبر من النيران في محيط الاعتصام. طبعا هنالك كميات لإطلاق النار حدثت في مواقع متفرقة، طبعا من بينها أكبرها كان في محيط سجن كوبر أمس الأول، وأدى إلى مقتل سيدة في منزلها وصلتها النيران الطائشة، ولكن طيب. الآن محمد توقف تماما إطلاق النار ولم نعد نسمع له الآن أي شيء.